احد الموقوفين هذا الاجراء تعسفي في الجائر طرف المديريه الاقليميه لوزاره التربيه الوطنيه بسطات. احنا الان في وقفه امام المديريه الاقليميه احتجاجا على هذه سياسه القمع والتعسف وضرب القوانين عرض الحائط وخرق الدستور بشكل سافر. نقف الان لنوصل صوتنا، وبعد ذلك ستكون هناك مسيرة تتجه إلى وسط المدينة. نقول أن هذه التوقيفات لن يكون لها إلا أثرا عكسيا. إجراءات تعسفية مثل هذه تؤجج من نضالات الأساتذة وتجعلهم يصرون أكثر وأكثر على انتزاع حقوقهم المهضومة. بهكذا سلوكات لا نخدم بلادنا. نحن الآن ننعت الحكومة أنها غير مواطنة. لا يمكن للحكومة أن تتخذ إجراءات تعسفية فيها نوع من الاستهداف لقوت المناضلين، نوع من الاستهداف لوضعهم النفسي والاجتماعي في الوقت الذي تدعي فيه أنها تحاور من أجل إيجاد حلول. سياسة العصا والجزرة لن تؤدي إلا إلى المزيد من تفاقم الوضع. لهذا نحن نحذر الحكومة بشكل عام ونحذر السيد وزير التربية الوطنية من مغبة مثل هذه السلوكات. اليوم مدينة سطاش نأخذ هذا الشكل النضالي، واليوم هو يوم عطلق الأحد من أمام المديرية، وكذلك مسيرة سوف تجوب شوارع مدينة سطاش من أجل أولا التضامن ديالنا مع الزملاء ديالنا الموقوفين، وكذلك من أجل أن نرسل رسالتنا إلى المدير الإقليمي وإلى المسؤولين سواء الوزير أو رئيس الحكومة على أن هذه التضييقات وهذه التوقيفات لا تخيفنا ولا ترهبنا. اليوم كنا ننتظر حلول جذرية لملفات الشغيلة التعليمية، وأنه هذا الحراك إسالي، وأن الأستاذ يرجع للمكان دياله الأصلي، ورجعوا وليدات المغاربة أنهم المكان ديالهم الاصلي اللي هو القسم باش تكملت السنه بيضاء. وكنا كنتمنوا انه يتخذوا قرارات واجراءات اللي ممكن انها تنقص من هذا الاحتقان، ولكن للاسف اليوم الوزاره تتبنى مقاربه واللي حنا مولفينها في النضالات ديالنا، وهذه هي المقاربه ديال القمع وديال التضييق. اليوم هذه التوقيفات في حق مجموعه من الزملاء وماشي غير السطات بوحده، جميع المديريات في المغرب، هي غتزيد القطاع احتقان، خاصة أنه اليوم الوزارة خرجت واحد المذكرة من أجل أنه تدارك الهدر الزمني المدرسي، ولكن لا يعقل أنك اليوم باغي تزيد أسبوع باش أنه الوليدات يداركوا هذا الهدر الزمني، واليوم تتوقف الأساتذة ديالهم. حنا مني خرجنا في 5 أكتوبر ومني بدا الحراك ديالنا والنضالات والمسيرات، سواء المسيرات الممركزة أو المسيرات على المستوى الجهوي والإقليمي، دائما كنا نوجه رسائلنا إلى الحكومة والوزارة على أن النقابات لا تمثل الشغيلة التعليمية، وأن اليوم اللي خارجين للشارع كيحتجوا راهم التنسيقيات. إلا كان شي محاور للشغيلة التعليمية راهم التنسيقيات، هما اللي غيرفعوا المطالب ديال الشغيلة التعليمية. اليوم أنتم كمتتبعين كإعلام ولا كرأي عام، أنتم لاحظتوا أنه جميع الملفات اللي كان الاساتذه خرجوا يناضلوا عليها انها مازالت انه ما سووهاش. الاستاذ يناضل وموظفين اخرين كيستافدوا من النضال ديال الاساتذه. كنعتقد انه اليوم باش ما نكروش وباش ما نكونوش عدميين، انه كاين مكتسبات، ولكن هذيك المكتسبات لا زعما لا تسير حجم التطلعات ديال الشغيله التعليميه، وما جاوبتش على مجموعه من الاسئله. لا زالت هناك نقاط كثيره تثير حافظة الأساتذة. الرسالة واضحة، عدلوا أو انسخوا أو سموا ما شئتم، لكن اجعلوا هذا النظام الأساسي يكون عادلا ومنصفا. ستجدون الأساتذة في حجراتهم الدراسية دون أي حوار ولا نقاش. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.